واضح جدا جدا، خاصة في بلد مثل السودان، بلد بيسع الجميع، بلد فيه ديانات متعددة، أجناس مختلفة ومتنوعة. المفهوم العام في السودان أنه نحن نتعايش اجتماعيا، نتعايش سلميا، كل عنده خصوصيته وكل له دينه، لكن في نفس الوقت نحن بنتعايش مع بعض في وطن واحد بيسع الجميع، بيسع الكل بقلب نابض بالمحبة والتواصل الجميل. كل تأكيد يا لينا، وبرعاية كريمة من السيد وزير الشؤون الدينية مجلس الكنائس السوداني بالتعاون مع مجلس التعايش الديني قاموا سويا مشروع التماسك الاجتماعي، وكان أيضا هناك تدريب للقيادات المجتمعية عشان ما نتعرف على كل ما تم القيام به. سعداء أنه نرحب بالقيس ويليام دينغ الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني، وهو ضيف عزيز علينا الآن في صباح الشروق. اهلا بك واسعد الله كل اوقاتك. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ ان شاء الله كويس. الحمد لله. مرحبا بك كثير رئيس ويليام دينغ، واحنا نشاهد هذا التقرير ونرجع نتكلم او نتحدث عن التعايش الاجتماعي. نشاهد. والصلاة والسلام على رسول الله. التحية من خلال الشاشة لكل مشاهد، والتحية والتقدير لأصحاب الكاميرات، والشكر لله. نحن الآن في نهاية في خواتيم المنشط الخامس من برنامج متصل إن شاء الله، بدأ في بداية العام وحينتهي بعد ثاني سنتين، خاص بالتماسك الاجتماعي، وشغالين فيه شغل مؤسسة جدا من خلال تغوية الشباب، تغوية المرأة بالذات، وتغوية المؤسسات. المنشط ده بيقوم به مجلس التعايش الديني السوداني ومجلس الكنائس السوداني، وده ذاته دليل ترابط يقود إلى تغوية النسيج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي بتمويل من جهات نروان جهد، وبتعاون من أفارقة أحباء جدا، ثلاثة منظمات: أريغاتو فاكلام وحكيم. الفئة المستهدفة هذه الأيام في هذه الدورة والتي تليها هي تغوية المرأة. القصد أنه نخلق قيادات مجتمعية من المرأة في يكون لها أثر الواضح في تنمية قدرات المرأة وترابط المرأة بغض النظر عن الدين، المعتقد، اللون، الجنس، العمر حتى. نحن التركيز أنه تتخلق قيادات مجتمعية نسوية تقود، والمسعى جاد جدا لأنه ما ورشة يجتمعوا وينفضوا. الدولة دي هي فيها مشاريع بتمويل ذاتي ودعم من هذه الصناديق، على أساس أن المرأة تمكن في أنها تلعب دور فعال في التماسك، وهي لاعب أساسي المرأة أصلا. والمجتمع ما دار كرر نفسه ويقول نص المجتمع وكل المجتمع وهم المستقبل، لكن هي حقيقة واقعة أنه أي حراك فيما يتعلق بالعمل المجتمعي يفقد المرأة يكون فقط أساس متين للبناء. نحن إن شاء الله من خلال النشاط المنشط انتهت وجاي لمدة عامين بيكون التركيز فيه على الشباب والمرأة، وإن شاء الله نخلص إلى قيادات مجتمعية حية تشبه التغيير الذي عساه، يعني ما قيادات تقليدية، يعني ما مشينا بالذاكرة عشان نجيب القيادة التقليدية مع كل الاحترام لها، لكن إحنا انتغينا شابات ونساء قادرات على العمل والعطاء، وواضح من خلال انفعالهم منفعلين جدا مع الجرعة التدريبية
المكثفة اللي بياخدوها. اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، يعني غيث ويليام دينك اهلا بك من جديد. تابعنا هذا التقرير، ونحن ندخل الى هذا الموضوع كتقدمه بان نقول جميعا ونسلم القول بان السودان هو بلد تجتمع فيه الديانات اذا كان الاسلاميه او المسيحيه، ويعيش افراده بذات التعايش الديني والسلم الاجتماعي. السودان اساسا بلد يعني متنوع بتاعه، هي الجمال بتاعه. نعم. والأديان في السودان متماسك ومتماشي مع بعض. في بعض الدول الآسيوية بنتلاقى بأنه يعني ما في سلام اجتماعي بين الأديان، فالمعتنقين الأديان بيشاكلوا. مثلا في باكستان تلقى الهندو بيشاكل مع السيك، تلقى المسلمين مع المسيحيين، تلقى والحكومة هو اللي بيعمل الرجل اللي بيحجز. فالسودان ما عندنا حاجة زي ده، يعني بنعيشوا مسلمين ومسيحيين عايشين مع بعض. المجتمع أصل مجتمع سالم، ما في حاجة في السودان، لكن الأنظمة هم اللي بيخلقوا بعض التوتر في السودان. يعني التمسك بدين معين أو التمسك بجهوية معين هو اللي بقدر يعني بخرب يعني السودان. عشان كده نحن بنقول أحسن نكون سودانيين أكثر من ما نكون عرب مسلمين أفارقة مسيحيين. نكون سودانيين أولا، والحجر الباقي ده كله بكون هي أساسا التنوع موجود في السودان. والتنوع ده ممكن يكون مميز جدا لينا، ممكن يكون مميز شديد، لأنه نحن هسه الحدث بتاعنا في برنامج في مجلس الكنائس وفي مجلس التعايش الديني، إنه نحن حاولنا ومحاولين وبإذن الله ناجحين انه نخلق يعني مجتمع معافي من كل النعرات الدينيه. فنحن كنا بدانا برجال الدين الاسلام والمسيح والائمه والقساوسه عشان ما نقدر نتكلم معهم ونجيب برنامج عشان الخطب بتاعه ما يكون خطب موجود فيها فتن وحاجات بالشكل ده. فاحنا نجحنا كثير مع الاخوه في رجال الدين المسيحي والإسلامي ومع الأئمة ومع القساوسة، مشينا قطعنا شوط كويس كبير، ثم اتجهنا تاني للجنس الثاني، الجنس الآخر المرأة. وكان المرأة لابد منه، لأن نحن بنشوف إنه لو ما كان المرأة اللي ما كان في المسيحية، لو ما كان المرأة اللي ما كان في الإسلام، لأن المرأة الأمدياء مولودين من النساء. إذا يعني نحن لازم نعز النسوان بكل ما عندنا من القوة. وإحنا شايفين المرأة كمان لازم بيدعم مشاريع السلام، مشاريع المجتمعية اللي بقدر يعني يقدم البلد. بدون مرأة نحن ما بنقدر نمشي قدام. Yeah. فإحنا حاولنا عشان نقدر يعني نمد برامجنا إلى المرأة، وتقريبا يعني في فترة وجيزة جدا عملنا زي 3 ورش للمرأة، وما زلنا ماشيين إلى الأمام. جميل. طيب ده كله من أجل مجتمع متعافي ومن أجل مجتمع متماسك متعايش. صح. دينيا. طيب نتكلم شوية عن مشروع التماسك الاجتماعي. المشروع التماسك الاجتماعي هي أساسا مش التماسك الاجتماعي، لكن تقوية التماسك الاجتماعي. أصل التماسك الاجتماعي عندنا في السودان موجود باعتبار شيء طبيعي خالي من الشرف في السودان. فإحنا التماسك الاجتماعي أو التقوية الاجتماعية بنقصد به يعني إنه نجيب الوعي، لأن أصلا بلد مقبل على تغيير. وإن التغيير ده لازم يعني نجيه من كل اتجاهات، اتجاهات الأربعة كله بتاعت البلد لازم تجلي من أجل التغيير ده، عشان نقدر نخلق سودان ما يجينا دعني زول من برا يقولون انتو كده وانتو كده وانتو كده. فعلينا عايزين نشتغل أنفسنا عشان نضع حاجات يعني ثابتة، ثوابت اجتماعية، ثوابت دينية، ثوابت مجتمعية، عشان ما في زول يجينا تاني يقولون سودان دولة إرهابية، دولة كده ودولة كده ودولة كده. أي وأنا شايف يعني بوادر بتاعة السلام يعني ماشية للأمام، وأنا متأكد 100% إنه بعد الأيام ممكن ما حنسمع أي طلقة تاني في البلد،
وبالتالي بكون يعني البلد يعني سياسيا اجتماعيا دينيا الدولة بكون متماثل مع بعض. جميل. وانا كنت حاسأل في الحته دي تحديدا لانه انت بتتكلم عن ثوابت، بتتكلم عن مجهود كبير جدا، فكيف الثوابت دي وكيف هذا المجهود وكل الاداره اللي انتم بتقوموا بها تقدر تعزز لنا من قيم ومن ثقافه السلام؟ ولما نقول سلام بنقول مفهوم بتاع سلام شامل في كل ارجاء الوطن. يس. انا بقول انه يعني طبعا المشاريع لما الناس بينظروا لها بيشوفوا حاجه ضخمه، حاجه مستحيل. نعم. وما في زول بقدر لحاجه زي ده، لكن انا بقول بكل صراحه يعني انه المشروع بتاع السلام ده حاجه سهله جدا جدا، بيحتاج لجهد انساني بس ما بيحتاج لمال. يعني انه اننا كلنا نكون مسالمين ونحب بعضنا البعض، ده ما دار له دولارات ولا دار له يورو، عايز له بس انه السودان يكون يملك عقله، السودان يملك عقله ويعرف يتجه نحو السلام ويجيب السلام ده زار السلام شامل لابناء السودان كلها. انا بقول لك بكل صراحه بانه يعني من بعد الاستقلال بتاع السودان ما لقينا حكومه وطنيه بقدر بيجمع شمل السودانيين كله. يعني في حكومات وطنيه كويس، لكن بعد شويه بخش فيه ناس ثانيين عندهم اهداف، عندهم اهداف معينه، وبالتالي الطرق كلها بتتغير. لكن احنا هسه بكل صراحه انا بقول ممكن السودان بيقدر يعني يعمل يجيب السلام العادل ويعالج المشاكل من الجذور. واحنا نشوف جذور المشكله دائما يعني اختلافات دينيه دائما بتخلق مشاكل كثير. عشان كده نحن قلنا إذا كان كل رجال الدين المسيحي والإسلام انخرطوا في الموضوع بتاع إنه يكون في التعاش وفي تماسك اجتماعي في السودان، الناس بشاكل من أجل شنو؟ السودان ده وسيع جدا جدا، أي زول ممكن ينوم في أي مكان. صح. يعني ما مش الأرض هذا المشكلة، ولا مش بس المشاكل اللي موجود في الجذور بتاعت المشكلة بتاعت السودان من زمن الاستقلال، من زمن الاستعمار لزمن الاستقلال، لأن إحنا لسه ما بقينا مستقلين نفسيا عشان نقدر نقول مثلا احنا قاعدين في بلدنا اخذ استقلال واننا هسه بقينا اسياده وعايزين نسوي الشيء اللي دايرين نسويه. احنا لسه بنشوف انفسنا غريب. عشان كده قلنا نجيب كده رجال الدين الاسلام والمسيح، ده الشيء اللي احنا بنقدر نعمله. الحامل سلاح ما بنقدر نجيبه لكن بنقدر نتكلم معه. جميل. آه طيب، يمكن تحدثت عن دور المرأة وإشراك المرأة في مفهوم تقوية التماسك الاجتماعي ودورها المهم فعليا. طيب نتكلم شوية عن المشاريع المدرة لمثلا للاحتياجات بالنسبة للمرأة اللي هي بتساعد لنا تنتشلها أو تنتشلهن جميعا من حالة الفقر والحوجة إلى حالة الراحة الأسرية التامة. يعني شنو من المشاريع اللي ممكن تكون مدرة للدخل؟ يعني شوف، انت ممكن تمشي لزول وتقول انا عايز سلام وانا عايز نتعاشى معك، وزول يكون جعان ما بيقدر، ما بيستجاب. فنحن يعني بعد ما تكلمنا مع المراه وجبناهم مسيحيات مسلمات مع بعض، يعني نحن كنا في القاعه هناك، يعني حاجه كانت جميله جدا جدا. جبناهم مع بعض وكلمنا عنهم بموضوع بتاع التماسك الاجتماعي، لأن المرأة إذا تماسكت الرجال بتماسك. فإحنا يعني محدثين للبرامج تاني غير كده، لأن أنت ما ممكن تعلم الإنسان وما تديه القلم عشان يكتب به. فإحنا عندنا مشاريع، يعني مشاريع بسيطة، إحنا عايزين نبدأ من الصغير لكبير، لأن لو بدأنا من كبير بنقع. فعايزين نبدأ من صغير لكبير، فبكون في مشاريع تمكين لثلاثة مراكز. احنا عملنا ثلاثة مراكز اللي هو مدرمان وخرطوم بحري وخرطوم، مراكز بتاع تمكين. هم هسه شغالات في مشاريع بتاعهم، متى ما المشاريع ده بقى في ارض الواقع كل المركز بياخد حقه وبعد كده ببدا يشتغل. احنا عايزين نعمل كده ليه؟ لانه الدعم الخارجي ما ممنون. فاحنا لو دعمنا مراكز بتاعنا وبقى يشتغلوا ويجيبوا الدخل لانفسهم ممكن بيستمر البرنامج، وبرنامج التماسك الاجتماعي برضه هيستمر. فنحن حادفين علينا اننا نتكلم مع الشركات، يعني الناس اللي بينتجوا في السودان مثلا دقيق وكل الحاجات دي، اننا عايزين نعمل سوق
أسواق اسمها أسواق التماسك الاجتماعي، بحيث إنه ممكن يجيبوا لنا الأعجاب بسعر شركة، والنسوان بيسوقوا في ثلاثة مدن ديل بيسوقوهم، وبعدين بيرجعوا الخاص بشركة وبيمسكوا الخاص بهم، بيرجع لهم الدخل بتاعهم بيمسكوا. وبالتالي نحن بنكون أولا قللنا موضوع بتاع إنه الغلاء يعني الموجود في البلد، حسب إنه لو تمشي حتى العيش ذاته لما تشتريه بجينه البجينه العيش هو قرب يكون في وزن طعميه. اذا يعني بكون صعب شديد. انا اعمل على انه يكون يعني في تغيير شويه كده في موضوع بتاع المخابز، والا يعني بكون صعب شديد. يكون من السيده تحديدا ان شاء الله. فانا هنا عايزين نخلق اسواق يعني بتاع التماسك الاجتماعي، ويقودها النساء ويشتغلن فيها ويجيبوا الدخل لأنفسهن، ويواصلوا كمان في برامج يعني بتاع التماسك الاجتماعي. والبرنامج طبعا هيكبر، يعني هسه هيكون في تدريب بتاع 50 مرأة في مدرمان وفي باهر. وده كان سؤالنا القادم عن التدريب لبناء القدرة. تفضل. فنحن هنشوف بموضوع بتاع البرامج ده، انه نحن عايزين يعني هنخاطب يعني الناس رجال اعمال، وهنخاطب يعني ممكن كمان الاخوه في المعتمديات، وهنخاطب يعني حتى الجهات الحكوميه العليا، بنشوف عشان البرنامج قدرنا نضع الاساس، وعايزين كمان نبني كلنا سوا مع بعض. طيب التدريب ده حيكون كيف ومتين؟ هل هو الان في الفتره الجايه تكلمت تقريبا عن 50 فرد؟ يس، عندنا بعد ما انتهينا من الورشه ده عندنا شغالين في ترجمة بتاع كتيب بتاع التدريب، والمدربات الدور ده المدربين ما من الناس الجايين من برا، لكن الناس الجايين هيكونوا مراقبين على التدريب ماشي كيف، لكن المدربات هيكون النساء أنفسهن في المراكز الثلاثة. والكتيب يعني قرب تنتهي ترجمة بتاع بالعربي، ومتى ما انتهت احنا هنعمل ورشة عمل يوم 16 و17 عشان نديم الفكرة كيف يدرب بالكتاب ده. بعد ذلك يعني بيمشي في مراكز بتاعهم وببدأ يشتغل. طيب طيب المناصرة والتأييد، مهارات التطوير والإبداع والابتكار، تكلم عنها شوية يعني. يا طبعا دل المناصرة والتأييد دل الحاجات اللي اننا اشتغلنا فوق، لان المرأة ذاتها يعني لازم ندي مرأة سلاح كفاية. ما يعني العسكري لما نوريه في الميدان بيدربوه اولا على انه يتماسك جسمانيا، ثم بعد كده المهارات القتاليه. فالمراه دربناها ولازم نديه كمان مهارات يعني علينا تطوير. تقدر تمشي قدام ويطور نفسه، ويكون يعني عندها حتى من الجوانب القانونيه يكون عندها يعني نظم بقدر يعني بديه حقه، وبخليه يعني تطالب بحقه، وتقدر تحاور في حقه، وتقدر تلقى حقها. يعني ما تكون ضعيفة في المجتمع، يكون عندها الفكرة. ما يكون ضعيفة لما دار مرة ضعيفة. طيب في مفهوم المناصرة والتأييد ومهارات الابتكار والتطوير والإبداع، تركيزكم فقط على المرأة ولا ممكن تشمل برضو فئة الشباب اللي برضو هي باعتبار انها هي فئة وركيزة مهمة جدا في المجتمع، باعتبار انه في مهارات تانية غير المهارات القتالية، مهارات إبداعية شبابية قد تساعد في تطوير المجتمع، قد تساعد في تقوية التماسك الاجتماعي، وليست قد وإنما بالتأكيد هتساعد في تقوية التماسك الاجتماعي وترسل الرسائل أيضا الإيجابية. يس طبعا احنا في الورشة الأولى اللي عملنا في إدارة الحج والعمرة كانت رجال الدين المسيحي والإسلامي والنساء مسيحيات ومسلمات، الشباب مسيحيين ومسلمين، وعملنا الورشة ده كله سوا مع بعض. بعد ذلك أننا طردنا رجال الدين المسيحي والإسلامي وطردنا الشباب، وبعد ذلك جبنا النسوان يعني 60 مرأة، 30 مسيحيات 30 مسلمات، وبدأنا نشتغل ليومنا هذا. وطبعا البرنامج للشباب ده حاجة عظيمة وحاجة ماشية قدام. احنا هنعمل قريب ده زي يوم واحد بتاعة التبادل الآراء، ولكن برنامج الشباب أساسا في سنة 2020 هيكون برنامج كبير. يعني احنا عارفين بأنه الشباب هم عمود الفقري للبلد،
وهم يعني بإبداعاتهم الكبيرة لا يمكن أن نبخل عنهم. فأنينا هنعمل برامج لنا زينا هنشوفوا هم عايزين شنو لأنفسهم، يعني يعطوا برنامج لهم دايرينه، عشان ما نقدر نقول لزول يعني زي ما بقول المثل الصيني ما تدي زول سمك علمه كيف يصطاد، لأنه عشان تقعد قدام المويه وأنت ما شايف شنو ماشي بتهت هناك ده بتطلب صبر كبير. صحيح. فأنينا عايزين يعني الشباب ده يكون عندهم يعني برنامج يكون لهم صوت عشان يقول ان احنا كمان عايزين نطور في مكان كده ومجال كده ومجال كده. وبالمناسبه يعني شريحه الشباب يعني دي اكثر شريحه الممكن يعني لو تماسكوا اجتماعيا ده حيكون قوي شديد جدا جدا، لان ده حيشيلوا من زمن الشبيبه لزمن العجزه بتاعهم لما يكونوا كبار. فابتكر ده حاجه جميله بالنسبه لي، انا بعتبره انه لنا حنصال كمان مع شباب، وكمان مع شباب المنظمه بتاع ارجاتو بيشتغل مع نسوان. كلمه ارجاتو معناها يعني شكرا باللغه اليابانيه. دي المنظمه دي جايه كمان تعمل ورشه عمل ليالا صغار، انا ما بعرف ورشه ده هيكون شكله كيف ومنو هيكون ده، نستعين بالمربيات بتاع الرياض رياض الاطفال. ايوه صح، لانه دورهم كبير. اي لانه ده المنظمه ده في كينيا بيشتغل فقط مع الاطفال. جميل. ما دايرين فقط بتاع الاطفال لاجل ما يكون فقير، ونحن بنطلب انه يكونوا كمان يجوا في السودان عشان يشتغلوا كمان مع الاطفال بتاعنا، يفتحوا مكتب هنا عشان كمان يكون في رعايه للاطفال بتاعنا. ده بيفتح لنا باب انه نتساءل عن شراكاتكم، مثلا هذه واحده من المنظمات شراكاتكم الخارجيه وكيف الاستفاده منها، وده بيفتح برضه تساؤل عن الداعمين ايضا. من تقبل تكلمت عن انه الدعومات الخارجيه ما مضمونه، فخلينا نتكلم عن الجانب ده باعتبار انه الشراكات يمكن ان تكون شراكات ذكيه ويتم جني كافه الفوائد، لانه ده مشروع كبير جدا ومشروع محتاج لعمل ضخم جدا. طبعا انا بقول الشراكات الخارجيه ما يعني دائما ازول ما بقدر يضمنها 100%، لأن يعني منظمات كلها مدعومة من حكومات بتاعها، وأي حكومة إذا شاف إنه يعني المنظمة ما بتعدي واجب بتاعها الكامل ممكن يوقف العمل، ولو وقف العمل معناه بيوقف الدعم وخلاص يكون موجود. أنت تكون بدأت تقوم تجيب في النص كده. تجيب في النص، عشان كده كل ما نعمل إننا عايزين كمان نعمل ندخل الحكومة بتاعنا فوقه عشان يكون عنده يد، رجال أعمال بتاعنا يكونوا فوقه عشان يكون عندهم يد فوقه، عشان لو ونحن كمان نكون مبدعين ونعمل حاجات نبتكر حاجات اللي بيجيب القروش عشان نقدر يعني نستمر لانفسنا اذا كان دعم مادي. أيوه. كل وقف يعني. نعم جميل. طيب الغيس ويليام دينك، يعني اخيرا كده وسريعا، مقر المجلس وين؟ عندكم مقر حاليا ولا كيف؟ شارع 35 امارات. في العمارات شارع 35. نعم. مفتوح اكيد. قريب السفاره السعوديه. جميل. احنا شاكرين لك جدا حضورك معنا اليوم في صباح الشروق، ندعي لكم بالتوفيق دائما في كل المشروعات، ونتيح لك المجال لكلمات اخيره. ولا انا ما بكون عندي مجال كثير في الكلمات الاخيره، لكن انا بشكر الله من كل الحجارة العمل لنا، لأنه خاصة في الوزارة الشؤون الدينية في الحجارة الأخيرة يعني بعد التغيير ده يعني انفتح شديد معنا، ونحن يعني بدأنا نقدر نخرج من أنفسنا عشان نقدر نفكر فيما يفيد المجتمع بتاعنا في السودان، وإننا هنستمر على هذا المنوال إن شاء الله، ونعمل لأن ربنا يقدرنا على أن نشتغل مع بعض من أجل بلدنا.